ميتين راديو ميت على الصوت في كابون. والله أهم جاي في البيان البارح اللي احنا مستغربين الحقيقة بتاع ربي من قرارات السيد رئيس قاضي سيد رئيس قاضي تحقيق ذي بتاع منوبة. خاطر ما أنا واحدة من الناس مشيت كشاهدة، يعني عيط لي عن طريق المحامي نتاعنا كشاهدة، وإذا بيا نلقى روحي متهمة من غير ما نعلم معناها مسبقا. مشيت لوحدي عن بكل حسن نية، حاولني ديريكت ما عداني على القيس ووجه لي نفس التهم الموجهة للزملاء. واحنا بالحقيقه تصرفات غريبه، معناها وزيد نسمع اللي احنا ممنوعين من السفر عن طريق وسائل الاعلام، معناها اتصال بوكالة تونس افريقيا للانباء، وهذه الحقيقه ما فهمتش. معناها احنا نورمالمون في دوله قانون، احنا معنا حتى مشكل انه تتقدم قضيه ضد الصحفيين تبقينا مش على معنى فسود المجله الجنائيه. شنو التهمه انصاف؟ شنو التهمه؟ والله هما برشا حاجات، منهم تدليس، ومنهم اثاره الراي العام، ومنهم الضرر بالمنشآت وبالأشخاص. معناها تهم كبيرة كبيرة، والبعض نتاعها ما فهمناهاش. القضية وقع معناها تكييف قضية كيما قدمها السيد الرئيس السابق في منصف المرزوقي، وقعدت هكاك بنفس التهم ونفس التكييف القانوني. معناها قاضي التحقيق ولا النيابة العمومية ما عملت حتى اجتهاد في السونس هذا. دونك نفس التهمه توجهت لكم، هي بيد اللي توجهت القيادي في نيدي تونس انصاف نوردين بنتيشة، معناها للاربع كيف هي نفس التهم للاربع، معناها نوردين بنتيشة اللي هي انا، والسي حمزه بلومي مقدم ومعد البرنامج، والسفيان بن حميده محلل البرنامج. دونك وقت اللي وصلكم خبر انكم ممنوعين من السفر، كما قلت ايضا المساله نتاع انكم اصبحتم متهمين ماكم شاهدين في القضيه هذيا، دونك اتصلتوا و تأكدتوا معناها من الأخبار هذه؟ أي المحامي نتاعنا أكد معناها تثبت. هو أنا ما ذكرنيش بالاسم، ما فهمتش علاش، معناها احنا كنا متوجهت لنا نفس التهم. مي أنا عرفت اللي أنا زادة ممنوعة من السفر كيما زملائي، معناها ما والمنع من السفر على هالدرجة، معناها احنا نمثلوا خطورة أن نهربوا من البلاد، معناها احنا نعيشوا في تونس ونحبوا تونس وباش نقعدوا في تونس وباش نكملوا نخدموا خدمتنا في تونس. معناها دوك المرحلة القادمة شنية بعد ماذا بعد إصدار البيان إنصاف؟ أكيد وأنه فما هي القضية هذه بدأت تثير في ردود الأفعال، ولكن من ناحية التضامن اتصلت بكم نقابات للصحفيين التونسيين، فما بعض الهيئات الحقوقية اللي عبرت على تضامنها معكم؟ فما بعض الهيئات، فما اللي خرج على الاقل اليوم الجامعه نتاع مديريه الصحف خرجت بيان تستنكر معناها وتطالب وانه الصحفيين يتعاقبوا على اساس المرسومين 115 و116، واحنا معناها معترفين اللي هو خطا مهني، احنا غلطنا اللي ما ثبتناش من الفيديو اللي هي دارت ثلاث ايام قبل ما احنا البرنامج معناها يتعدى في المباشر ثلاث ايام، وهي تدور على المواقع الاخباريه، معناها مش ما نقولش ريزو سوسيو، على مواقع اخباريه بالضبط. واحنا خديناها معناها كيما هي، ما عملنا لا فبركنا فيديو، لا عملنا مونتاج، لا عملنا حتى شيء. معناها احنا برنامج يرجع على الاكتواليتي معناها دو لا سيمين، والفيديو هذه اثرت ضجه كبيره على الانترنت. دونك رجعنا لها، فهمت؟ اصلا ما كانتش مبرمجه، خاطر يعني تبرمجت في اخر دقيقه في لي زيفي ولي رياكسيون اللي تعملت عليهم، وتكتبوا عليها عديد من المقالات الصحفيه اللي هي مازالت منشوره معناها موجوده، فهمت؟ يعني من باب اولى واحرى انك انت كي تحب تشكي اشكي بالعبيد اللي فبركت معناها اللي هو خرج عنده ثلاث ايام الفيديو وين وعلى ما هبطش تكذيب. بالضبط بالضبط. به هل تم تحديد موعد جلسه؟ فما حاجه في الايامات القادمه؟ فما نهار 22 جويليه انا باش يقع سماعي من طرف السيد قاضي التحقيق كمتهمه المره هذيا، خاطر وجهنا راوت وجهنا معناها انا توجهت لي التهمه وقع منع السفر على الزملاء من غير ما سمع حتى واحد فينا، حتى كشهود كما انت مشيت كشاهده هما ما مشاوش سفيان وحمزه. حتى كشاهده ما سمعنيش، انا اكتفى باخذ بياناتي الشخصيه معناها حسب بطاقه تعريف والعنوان والاسم وذاك الكل، ووجه لي التهمه وعديني على القيس مباشره، معناها سيونس تونس تعديت على القيس، ولا سمعني انا، لا سمع الزميل حمزه بلومي، لا سمع الزميل سفيان بن حميده، لا سمع نوردين بنتي، معناها ما سمع حتى واحد فينا، وقوام خذ القرارات هذيا الكل اللي احنا الحقيقه نتاع ربي مستغربين منها. معناها احنا ماناش ضد، ماناش فوق القانون كصحفيين، احنا زاده معناها تحت طائله القانون ونحترموا القانون، تبقينا فما مراسيم تنظم المهنه نتاعنا، واحنا عملنا خطا مهني اعتذرنا عليه، تعاقبنا عليه من طرف الايكا، وقبل حتى ما تعيط لنا الايكا، نحن سحبنا البرنامج من الموقع نتاع القناه،
نحينا البرنامج من الروتين القناه من اعاده البث واعتذرنا على صفحات البرنامج معناها على مواقع الاتصال الاجتماعي ورجعنا بعد ما عاقبتنا لايكا وعاودنا اعتذرنا معناها ينطخ فوا وفسرنا يظهر لي باش نتعاقبوا مرتين معناها مره من الايكا ومره من القانون الجنائي معناها القانون الجنائي ما فماش جريمه علاش قانون جنائي معناها باهي دونك انت 22 باش تمثل باش يمشي الحاكم التحقيق كمتهمه المره هذيا انساف كمتهمه اي انا نهار 22 والزملاء سفيان بن حميده وحمزه البلومي نهار 23 Écoutez Radio Med à la son Ficabon.